رفقة. اليوم جينا على مكان أثري اللي هو قلعة عنتاب. على فكرة قديش اللي بعنتاب اللي فوق 7-8 سنين، وهي أول مرة بزور القلعة. قديش حكولي عليها العالم، والحلو أنه مو بس القلعة هي الأثرية، اللي حواليها هذا الجامع أثري، هلأ رايحين على حمام وعلى الأسواق الأثرية الموجودة حواليها. مرة جبنا الطلاب لهون بس مو على القلعة نفسها، يعني جبناه هون كان فيه هون نشاط حفلة، فهون يعني قضينا الوقت. صورة تمثيلية عن النسوان اللي بيجوا لهون بيعملوا الكبة والمحشي. عن جد ماني حاسة حالي بتركيا، مستحيل يعني، وقاعدين عم بيدقوا برقصوا هالقصص كلياتها. هلا هون هدول كلهم فضيات موجودين. كنا عم نحكي انا ورفقاتي انه ليش هلا مثلا شو ممكن انه يجي جيل بعدنا، نصير نحن قديمين والجيل اللي بعدنا يحتفظ بالشغلات الموجودة عندنا. قلت لهم ما كانت لهالدرجة أصلية، شوفوني يعني شايفين شو مثلا ما متغير لونها، حتى المسط شوفوا لي يعني قديش هيك فيه كأنه الكواليتي تبعيته كتير عالية. هاي كمان والأباقيب وكذا. هلا شهادة ايدك والحقني، صار عنا بلاستيك كتير وشغلات مي أصلية وهالقصص، فهي حلاوتها هون انه لأني أصلي ولأني بيقدر يضل مدة طويلة فعم بيقدروا يحتفظوا فيه. عطر كان مشهور عندهم او الكريمات من هاي المواد الموجودة، هاد القرفة والزعفران والقرنفل، جوز الطيب وزنجبيل، قد حلوين. القلعة مثل حلب والشام بالحارات القديمة، حاراتهم نفس حارات الشام وحلب على التمام، حارات القديمة حتى البيوت العربية. هلأ رحين على معرض المطبخ، متحف المطبخ، نشوف المطابخ القديمة وشو كانوا يستعملوا فيها أواني وهالقصص. فهلأ وصلنا، هلأ هاي المطبخ من برا، هون دخلة، شايفين كل الأماكن إلهم هيك دخلة على هذا وتفتيش وقصص وكذا. المهم هلأ دخلنا على المطبخ. يا سلام على الحقيقة، نحن رحين على هيك مطابخ. هون ال هاي ال شو بسموه الطباخ، هاي طنجرة المحشي، طلي خزن المطبخ، انا هي هاي ايه صح، ايران هيك مكتوب خفاقة قال مولينيكس. ايوه يا طناجر، عن جد والله بيوت جدارنا كلهم هيك. بس طلعي الفرن، انا ما شفت هيك فرن. ايه هذا ما طلعي هاي اللحمه والساطور كذا. بدنا نشوف جبن الكبه ما عندهم يا هذا الكبير والاسعى. هذا كان عندنا كثير المفاه، هاي الشعريه من خلي الصواني، ما بشوف شيء قريب. بس كله قديم. ايش كانوا يسموه هذا؟ جيب هون كان جيب.
الدب يكون بالمطبخ. حلو كثير حلو. احنا جبنا الكبة شايفين ياي ما احلاهم. هاي الاكلات اللي كانوا يطبخوها المشهوره هذاك الوقت، المعالق، تشمتايه، ايش كان اسمه تشمتايه؟ هاي القهوه، هاي مننقيش، هاي القهوه، هاي عصاره، هاي كانت ايش؟ مهباج، مهباج بسموها؟ مهباج مشان ايش؟ قهوه قهوة المرة. دقوا المهباج. وهي للطحين. السفر طاست. عن جد؟ ايه. عجب هذا اللي طبخ بهي. ايش عم بيعمل هل؟ ايش كان عم بيعمل؟ ايش طبخ؟ هاي الاكلات. ايه قلت لك فاصوليا حبهم اكثر اكلة بيطبخوها. البيوات هاي في عندهم بيوات مثلنا، الكباب نفس اكلاتنا. اسمعني اللي فكر هذا المطعم انه في مطعم هون بكيف. ايه انا بحب هي المكوي، هي انه كانوا يحطوا بقلب فحم. ايه بس راح يسوسوا بختن على ذهبي. ايه تعي شوف هون جوا. ايه حلوين هدول. هلا ياي طلعي هذا البلور تبعهم. اهلين بابا. الحمد لله مشتاق. هاي الرسمة رومي وجولييت اللي شوفي النقاوة البلور تبعه، النقاوة البلور طريق ذهبي مع احلى. وهي رسمة رومي وجولييت ما في بيت ما فيها. تذكري هدول تبعات المازهر؟ ايه من جد كمان. والكاسات الستانلس وهي عم بيعملوا قهوة وعم بيأرجل. عم بيعيبوا علينا بيقولوا القرايب ما شايفة. ايه عم بيعيبوا علينا انه تراك مو عم بتضايقوا من سوريين انه لانه عم بيأرجلوا. فهي الأرجيل هون عنده موجودة. هدول طاسات لشرب المي. طلبي ريق الشاي. هي ايش شو؟ هي تبعت الملح والبهار؟ لا قهوة قهوة، طحنت قهوة. ها كله قهوة. مثل بيت عربي، هذا عن حق كان بيت عربي، وهذاك المطبخ تبعه وغرفة القعدة اللي هلا دخلنا عليها وطالعين لفوق. هلا هن طبعا قاربينا ما بعرف شو عاملين فيها، فرح نطلع ونشوف. اي كمان متحف عاملينه. هاي حلوة. هاي اسمها هاي وربات. وربات هاي. ايه بس انت شوفوا لي هالاشكال الشعر. لا يحطوا له اشياء بس مش عم امي بس طلعي هي اللحف و ايش اسمه محملان. مو محملان بتسموه؟ لا بالمحمل غير اكرم. نحن بنسميه محملان. مو هذا بالحيط بيبقى عمال. هي الشاي القعدة كمان اللي هي للسهرة كانوا يحطوا هاي السفرة فيها الجوز والبسطيق والزق ملبن. وهي هيك العيلة التركية شلون بيكونوا. ما حسيت ابدا اختلاف عن حياتنا. سبحان الله من قديم كان كل الناس تشبه بعضها وخاصة تركيا. فهذا الغزانة اللي بيحطوا فيها الفرش وهيك. بس رح افرجيكم شغلة انتبهت عليها، حتى الضوء شايفين ما قال انه ما مغيرينه. هذا البيت هو اثري قديم وضلوا محافظين عليه، فحتى الضوء هذا القديم. فهذه هي قصر العظم. ما شفت انا فيه هيك شيء والله. هلا هي ايش عم تعمل؟ ها عم بيعملوا المانت مو هي يوار لما. يوار لما اكله اليوار لما هي للعيد اول يوم بياكلوها.
Kolay gelsin. Onlar adı var değil mi? O oyuncak. Bunlar ezogelin bebek. Şöyle. Ezogelin bebek. Ezogelin. Bu bizim Antep'in yöresel kutlu kumaşı. Evet. Bu da ezogelin bebek. Antep tamam. Özel. Bak böyle ayaklarını katlarsanız oturur. Böyle çalları var. انه هاي اللعبه خاصه بس بمدينه عنتاب اسمها ايزوغالين شايفين انا على فكره ما في بيت تركي بدخله الا بيكون عندهم من هذول الالعاب حاطينهم بالمطبخ مع الاينو evet. Bunlar 15 lira bunlar 12 lira fiyatları tamam بتقلي راح افرجيكي هذول كجانده بيبي var ها انه هاي مع بيبي ها çok güzel eline sağlık çok beğendim tamam أسعاره على فكرة رخيصة رمزية يعني تشكر ادرم